بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم نصور في جبل بنشاك، نصور الآن فيلا تكس 5. هذه فيلا 3 غرف، طبعا غرف كبيرة ما شاء الله، كل غرفة بحمام وتكييف ولها مسبح خاص يعني، وغرف الفيلا كبيرة ولها يعني صالة فخمة وكبيرة جدا. هذه هي صالة الفيلا، وهذه طاولة الطعام، وهذا المطبخ. الفيلا على الطراز الذي هو السقف كله خشب زي ما هو واضح يعني. الآن نشوف الآن، طبعا معظم المبنى من الداخل من الخشب. هذه هي الغرفة الأولى. طبعا الفيلا ليست حديثة، هي قديمة شوية، لكن عفشها جيد، وكل غرفة زي ما قلنا فيها تكييف وحمامات كبيرة، وهذا الحمام في كل غرفة. هذه الغرفة الأولى، وهذه هي الغرفة الثانية، بها أيضا حمام أيضا، وهذه هي الغرفة، وهذا هو المكيف، وطبعا كما قلنا السقف من الخشب كما هو واضح. نشوف الآن الفيلا الثالثة، الغرفة الثالثة عفوا، طبعا هنا جلسة صغيرة. وهذه طبعا الغرفة هذه هي الماستر بيدروم، وهي غرفة كبيرة جدا جدا، وبها جلسة طبعا هنا واضح طبعا، وهذا الدولاب وهذا التسريحة، وبها حمام أيضا كبير فيه يعني بانيو، وكما واضح حمام كبير جدا. نشوف الآن نروح إلى المسبح، طبعا لها إطلالة رائعة، طبعا في هنا جلسة أخرى، صالة أخرى ما شاء الله، في صالة أخرى رائعة جدا بالتلفزيون كبير، والصالة هذه أيضا خارجية منعزلة عن الفيلا، صالة ممتازة ولها إطلالة ممتازة جدا. هذه هي الإطلالة من هنا من الصالة، طبعا هذه الفيلا الواقع أنها جميلة، وفي مخرج من هنا إلى المسبح. هنا الحديقة والمسبح، هذا مجرى مائي يعني. وفي هنا جلسة على المسبح وألعاب أطفال. طبعا في هنا أيضا بلكونة خارجية للفيلا، إلا الواقع رائعة يعني. وهذا هو المنظر من البلكونة ما نشاهد. طبعا المسبح يعتبر منعزل يعني وآمن، لأنه هو برغم أنه مكشوف لكن صعب جدا أن أحد يقدر يكشف اللي موجود داخل يعني.